بغيتهم عاوتاني يخسروا عاوتاني، واخا انا ويدادي ماشي الله يفيقوني، حيت بنادم ملي كيشبع خصو يجوع، خصنا ندبروا على شي دراري اخرين عاوتاني مزيانين. اما داك تاكناوتي داك عطيه الله داك جبران اللي بغى يمشي يدبر على راسو يمشي يدبر على راسو من هذا الشيء، من هذا المنبر هذا كامل. السعيد الناصري راه عايب عليك تخلي فرقه كامله 15 يوم بلا مدرب. واش بن عبيشه دخلناك بالله كيدرب دراري صغار ولا الناس واصلين واخدين واحد عنده جوج كوبات ديال ما فهمتش انا هاد الوداد هادي كيف داير والله ما فهمتها بالله، او تخسر مع الجيش 3-0 بديك ما فهمتش علاش. والمحمديه ان شاء الله راه غتكون شي نتيجه زوينه وغايديروا نفسهم غايديروا النفس وغايربحوا، ولكن حنا بغيناهم يترجلوا معنا شويه ما يبقاوش يوليو يحطوا رجليهم في الارض، حيت هادي راه كره شتي المونديال كي كان والمونديال نيفو طالع تنجيو للبطوله عاوتاني تبان لك نيفو طايح راه حشومه يعني ما تبقاش كره هادي والله يسهل على الجميع. ان شاء الله فرق الوداد البيضاوي المباراه المقبله مع الشباب المحمدي ان شاء الله كتمنوا الفوز وتتمنوا اداء ونتيجه ان شاء الله، وتمنوا النصر يجيب لنا مدرب وراه تعطل ما كاينش مدرب، حنا مقبلين على مشاركه افريقيه ومشاركه ديال المونديالاتو اللي تقامنا في البلاد وباقي الروطار، وحنا زعما راه مشينا للدومي فينال في كاس العالم وشرفوا المغاربه شرفونا وشرفوا البلاد هزوا النيفو هزوا الدرابو القيمه ديال لاعب مغربي ساويه، شفنا البطوله ضعيفه وشفنا اداء ضعيف وشفنا الراجا ما كايناش الوداد ما كايناش، هادو هما فرق ديال الالقاب في المغرب. نتمنوا البيضاوي يرجعوا انفسهم ويقدموا لنا داكشي اللي كيقدموا فين تيقدموا لنا نتائج والقاب، ونتمنوا من فريق الوداد البيضاوي يرجع الاوراق ديالو في اقرب وقت ممكن. راه اللاعبين الجمهور مقلق غاضب على اللاعب وغاضب غاضبين على النصيري ما جابش لنا مدرب، وحنا مولفين النصيري ديما تيفرجنا وديما تيدير معنا زوين تيجيب لنا مدربين ودار الروطار. خصنا النتيجه وخصنا الالقاب ان شاء الله، راه المغاربه طلعوا النيفو طلعوا معنا النيفو الانديه. الواقع ديالي ما بين الوداد وشنو المحمديه الوداد ان شاء الله ديما وداد تلموس النتيجه ان شاء الله، كنبغيو النتيجه تخرج بواحد ثلاثة بحال هكاك 3-1. المهم راه الوداد راه مربوحه هذه حاجه باينه، هذه الوداد مربوحه باش ما بغا شو زهير الوداد كنتمنى يلعبوا مزيان احسن من ماتش الجاز هادشي اللي كاين. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.